مشاهدينا الكرام، أهلا بكم وموجز إخباري جديد من اليوم السابع مباشر وفيه. الدكتور محمد سليم العوّل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية يرفض الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية ويطالب بتعديله. المستشار عبد المعز إبراهيم يعترف: طلبت من المستشار شكر التنحي عن قضية التمويل الأجنبي. أيمن نور يؤكد أن لجنة الانتخابات الرئاسية تعمل بفكر النظام السابق. لجنة حقوق الإنسان بالشعب تزور سجن تورا اليوم. لجان مجلس الشعب تستمع إلى سياسة الوزراء حول بيان الجنزوري. وقفة أمام المجلس القومي للمرأة للمطالبة بإسقاط قوانين الأسرة. الدكتور كمال الجنزوري يلتقي محمود وجدي وزير الداخلية الأسبق في لقاء مغلق. مسيرة للألترس في جامعة القاهرة للمطالبة برحيل المجلس العسكري. مجلس حقوق الإنسان يدين النظام السوري. وزير الخارجية النرويجي يذكر أنه يتعين على أوروبا أن تتعلم التعايش مع الإسلام السياسي. إلى هنا مشاهدينا ينتهي موجز الأخبار من اليوم السابع مباشر. انتظرونا لمعرفة آخر الأخبار على رأس كل ساعة. كان معكم عمر خالد من اليوم السابع مباشر. إلى اللقاء.